سلام البنات، اليوم ان شاء الله لنا عوده معكم. غنصايبوا واحد لا طارت كلاصي بثلاثه النكهات ان شاء الله. يا ربي سمحوا لي تعطلت عليكم، دابا ان شاء الله كانت لي ظروف خارجه عن الاراده ديالي. دابا ان شاء الله غنعاودوا نبداو الوصفات ديالنا من جديد. هذه ان شاء الله وصفه اخرى جديده غنقدمها لكم ان شاء الله بكل فرح وسرور. هنا ان شاء الله عندنا غنبداو بالبسكوي ديالنا. عندنا ثلاثه البيضات وعندنا 100 غرام السنيده وعندنا 100 غرام بين اللوز والكوك وعندنا الطحين غنحتاجو منه جوج معلقات وعندنا جوج صاشيات ديال الفاني وجوج صاشيات ديال ثلاث صاشيات ديال الكاكاو و50 غرام ديال الزبده والمول ديالنا بطبيعه الحال اللي غنخدموا به مدهون ومرشوش بالطحين. غنبداو البيض هو الاول، ثلاث البيضات واحد رشيشة ديال الملح و 100 غرام ديال السنيدة وغنبداو نطربو البيض والسنيده مزيان حتى كيبدا يض لينا الخليط. غنزيدو دابا جوج صاشيات ديال الفاني، اللي عنده الروح ديال الفاني يقدر يدير معلقه ديال الروح ديال الفاني كتجي احسن. ونطربو مزيان تولي عندنا الخليط ديال البيض والسكر والفاني متزانس واللون ديالو ابيض ولي بحال شي كريمه. دابا غنزيدو الزبده اللي عندنا مقطعه طريفات صغار وبدرجه حراره المطبخ، ما تكونش في الثلاجه باش كتساعد لينا الباتور ديالنا يخدمها مزيان تنسجم مع العناصر الاخرى. من بعد ما كتنسجم لينا ديك العناصر كنزيدو دوك ثلاث صاشيات الكاكاو مع واحد المعلقه ديال الطحين الفورس كنغربلوهم باش ما كيبقاوش لينا دوك لي الحبيبات في الكيكه ديالنا.
دابا غادي نزيدو اللوز والكوك، يعني قلنا 100 غرام. اللي بغى يدير غير اللوز بوحديتو كيجي ممتاز، اللي بغى يبدل النكهة كيدير اللوز والكوك. والكوك ديجا عندنا، هاد الكوك عندنا مطحون طاحنينو. البنات راه على فكره هاد العبار اللي كنعبر به هذا راه كيهز العبار ديال كاس العنبه. اللي ما عندوش يخدم بالكاس العنبه حتى هو كيفي بالغرض. وسمحوا لي كتصرا صوتي شويه داير، راكم عارفين دابا البرد وراه الترويحه راه دايره فينا ما بغات كاملين. دابا غنزيدو ديك المعلقه ديال الفورس اللي قلنا جوج معالق، درنا معلقه في الاول معلقة الكاكاو، ودابا زدنا واحده اخرى باش كينسجم لينا الخليط كامل. وكنحركو حتى كتولي عندنا واحد لاباط منسجمه مع بعضياتها. غنخويا في المول ديالنا لاباط اللي ديجا مدهون ومرشوش بالطحين. ودابا غندخلوها البنات الفران مسخن على درجة الحرارة 180، مدة ديال ديجا مسخن الفران عندنا من قبل واحد 10 دقايق، عاد كندخلو ليه الكيكة كنخليوها كطيب كل واحد على حسب الفران ديالو بين 15 دقيقة حتى 20 دقيقة الماكسيموم. وحنا عندنا ميزاننا وكنقلبوها ملي كتخرج واش طايبة بالسكين. وكن كل واحد كاين اللي عنده الفران ديال الغاز، كاين اللي عنده الفران ديال الضو، كل واحد راه كيعرف القياس ديالو. هي دابا خرجناها كندخلو الموس كنخرجوه ناشف كنعرفو بلي راه البسكويت ديالنا طاب. دابا غادي نخليو هاد نحطوها وغادي نمشيو باش نبداو نخدمو لي كريم اللي باش غادي نمونطيوها ان شاء الله. غنخليوها تبرد تماما عاد غنبداو نخدمو بها. هنا البنات غنخدمو دابا لا كريم اونغليز. عندنا 400 غرام السكر، كاس د الماء، وعندنا 5 ديال البيض ديال البيض. غنديروا هاد الماء كاس د الماء مع 400 غرام السكر ونردوهم نحركو مزيان وردوهم يطيبوا. كنشعلو عليهم العافيه كيطيبوا. اللي عنده الترمومتر اللي باش كيعبر راه كيعبر، كتوصل بين اللي كتوصل درجة الحرارة بين 112 و 118 كنعرفو راه السيرو ديالنا طاب باش نخدمو به لا كريم اونغليز. عفوا لا ميرانغ ايطاليان، خدمو بها لا ميرانغ ايطاليان. دابا غناخدو داك البيض البيض ديالنا كنديروه في الطراب يطرب. كان بدا هو الاول باش حتى كتنسى ينسجم لنا داك البيض شويه مزيان. وكنمشيو نشوفو السيرو ديالنا اللي كيطيب. دابا حنا جربناه راه وصل 112 درجه، غادي نديوه باش نخدمو به هكا وهو سخون. كنخدمو به داك البيض اللي كيطرب باش نخرجو الميرانغ ايطاليان. دابا ها هي خدام العجان دي الباتور ديالنا كيخدم كيبدا كنشوفو ديك البيض بدا كيدير ديك الرغوه. كنبداو كنزيدو في ديك السيرو هو طايب
بقاو غاديين شويه بشويه، وحنا كنخويو حتى كنكملوه كامل. هو الطراب كيدور على واحد السرعه متوسطه، ماشي السرعه القصوى، لان باش ما يطيرش علينا ديك السيرو اللي كنكبو سخون. حتى كنساليو السيرو كامل عاد كنزيدو في السرعه القصوى ديال الطراب. دابا حنا زدنا السرعه القصوى ديال الطراب، وكنبقاو كيطرب تيطرب، وحنايا كنقيسو في ديك داك البول. هو كيكون نوبلو طايب كيبقى حتى ملي ما كيوجد لينا الميرانغ ديالنا، كيكون البول برد، كنعرفو راه الميرانغ ديالنا وجد. الا باقي البول سخون عرفي راه الميرانغ باقي ما وجدش. دابا ها الميرانغ ديالنا وجد، هانتوما باش كتعرفوه وجد، ملي كتهزو كيعطيكم بحال واحد لو باك ديال ف ما كيبقاش يطيح. ها هو دابا هذا الميرانغ ديالنا واجد ناضي، نخليوه يبرد باش نبداو نخدمو به ان شاء الله، مونطيو به لي كريم وحدين اخرين. دابا غادي نديرو ليه نغطيوه بالسلوفان وندخلوه للثلاجه تيبرد كومبليتوم، عاد غنبداو نخدمو به. دابا خدينا البنات واحد 400 غرام ديال الشكلاط، درناها تذوب في حمام مريم. وخدينا ديك الصفر ديال ديك خمسة البيضات اللي كانوا اللي خدينا ليهم البيض، غنزيدو فيهم السنيدة عفوا غنزيدو فيهم الفاني، جوج صاشيات الفاني. كنحركو مزيان حتى كينسجم لينا الخليط، وغنزيدو عليه ديك الشكلاط اللي ديجا دوبناه في حمام مريم وهو سخون، لأن داك الشكلاط سخون هو اللي غيطيب لينا ديك البيض بحال كيعقمو. غتجينا بحال لاموس ديال الشكلاط. دابا كنحركو مزيان حتى كينزجم داك الشكلاط مع ديك الصفار ديال البيض مزيان. انتما كتشوفو كيولي اللون ديالو لامع، وغادي نردوه فوق حمام مريم وحنا كنحركو باش كيكمل، باش البيض كيكمل التعقيم ديالو وكيزيد يعقد. ما كنحبسوش من التحركه البنات، محدو فوق ديك حمام مريم السخونيه وحنا كنحركو واحد 5 دقائق قبل وحنا فوق ديك حمام مريم. دابا بعد ما برد لنا ديك الخليط شويه ما كنديروش هو سخون، كنزيدو عليه واحد 3 المعالق كبار من ديك الميرانغ الإيطالية اللي صايبنا. وكنحطوه كنخليوه جانبا باش حتى هو كنديرو به واحد لاكوش في ديك الحلوه ديالنا اللي غادي نمونطيو ان شاء الله مع بعضياتنا. البنات راه هادشي ديال الحلوه كيبغي شي شويه ديال الخطر وشي شويه ديال تكون عندك الرغبه تصايبي هادشي، راه حتى هو كيعطيك حتى الراحه النفسيه وانتي خدامه. نتمنىكم تجربوا هادشي البنات وما تعكزوش عليه، راه النتيجه كتكون رائعه. دابا البنات خدينا البيتران ديالنا اولا العجان اللي فيه، وغادي نديرو فيه لا كريم فريش اي نوع عندك طبيعي، هادي ديال هولالا ولا ماجيك ولا اللي عندك. كناخذ واحد القياس ديال جهد نص سيترو مثلا وكنطربوه مزيان حتى كيطلع، خصو ضروري يكون بارد من الثلاجه، ويكون عندنا داك لو بول حتى هو دايرينه من قبل في الثلاجه، وهو ديك الشبكه اللي كنضربو نطربو بها يكونوا باردين. دابا غنزيدو عليه باش نديرو النكهه ديال الكراميل، غنزيدو جوج معالق ديال
ديال نيسلي كراميل، نص ديال الحك، جوج ولا ثلاثه د المعالق كبار، وكنطربو مزيان باش كناخذو باش كيعطيني ديك النكهه ديال الكراميل. دابا هيا طربنا وعطانا النكهه ديال الكراميل اللي بالكراميل، باش غنغنيو هاد الكريمه غادي وتجينا واقفه. غادي نزيدو عليها هذيك النص ديال ديك لا مورانغ ايطاليان اللي طلعنا، ودابا غادي نخدمو نطربوهم. كنبداو بنبلو لا غير بسرعه صغيره باش ما يطيرش علينا ديك الشيء، حتى كينسجم عاد كنديرو السرعه قصوى باش كيزيد الخليط كيطلع وكيتهوى كيزيد يختار مزيان، كيزيد يعقد مزيان. انتم غتشوفوا النتيجه دابا. ها الكريمه البنات لي بالكراميل، شوفوا كي كتجي ملي كنزيدو هذيك لا كريم ديك الميرانغ ايطاليان، كي كتعقد وكي كتجي واقفه شاده راسها. بغيتي تزيني بها الكيك، بغيتي تديريها كلاص كيما جيتي، كتجي رائعه. جربوها البنات ما غاديش تندموا. دابا في نفس لوبولا البنات ما احتاجيناش نغسلو، حيتاش غنخدمو عاوتاني غير نيت الكريمه تمايا لا كريم هولالا. غنزيدو عليها واحد الباكيه ديال لاموس ديال الفريز، غنطربو دابا كلشي حتى يعقد لينا عاود الخليط. دابا البنات غنزيدو ديك القسمه اللي بقات لينا ديال مورانغ ايطاليان على ديك الخليط اللي درنا ديال هولالا مع لاموس د الفخاز، وغنطربو عاود مزيان باش يعقد لينا الخليط. البنات انا درت هاد المقدار ديال لا كريم اللي درت بزاف، لان عندي مناسبه، عندي عيد ميلاد ولدي وعيد ميلاد بنته، بيناتهم غير 4 ايام. هاد لا كريم غنقسمها على جوج ديال الطورطات ماشي على وحده، داكشي باش درت كميه كبيره. ها البن لاموس ديالنا الكريمه ديالنا طلعات، هانتوما كتشوفوها كي جات خاطره. راه مع الاضاءه ما كيبانش اللون، اللون ديالها راه غوز ناصح، هنا كيبان اللون ديالها غوز بات.
دابا البنات غنشدو، عندنا اللوز وعندنا الكركاع، عندنا الزبيب مقطع. اللوز راه مقلي والكركاع حتى هو مسخن ومضعوقين غير بالمدلك وسط واحد المنديل، والزبيب بطبيعه الحال راه مقطعينه رقيق. غنخلطوه مع ديك الكريمه اللي صايبنا الاولى ديال اللي معاها الكراميل. كنخلطو مزيان باش كتنسجم لينا العناصر كامله مع بعضياتها قبل ما نبداو نمونطيو الحلوه ديالنا. دابا ها الكيكه ديال البسكوي ديالنا غادي نبداو نعمرو ان شاء الله. احنا كلشي غنمونطيوه في نفس المول. على فكره البنات هذا الخليط هذا راه ممكن تعمروه في ديفيغين وديروه في الفريغو، يتكال بحال ديسير، كيجي كلاص رائع. مع فوسط منه ديك الفواكه الجافه كتجي انت كتاكلي لا كلاص وداكشي كيطرطق تحت السنان ما نقول لكمش. دابا كنقادو ليها الوجه ديالها وكنغلفوها بالسلوفان وكندخلوها للفريغو واحد ساعه حتى لساعه ونص ماكسيموم باش كتشد راسها مزيان، وكنخرجوها. دابا هي شدات راسها، خرجناها ديك لاموس اللي صايبنا بالشوكولا والصفار البيض نخويها فوق منها، واحد الطبقه كتجي ما بيهاش متوسطه. وغنغلفها عاوتاني حتى هي بالسلوفان وندخلها حتى هي تشد راسها واحد ساعه ولا ساعه ونص، كنخرجوها وكنكملوا عاود المونتاج ديالنا. ضروري هاد المراحل ديال الدخول التجميد وتخرج باش ما كي باش النكهات ما تيدخلوش لنا بعضياتهم. يمكنش نديرهم هذيك مطلوقه وهذه مطلوقه، نديرو وحده فوق وحده، لا خاصها حتى تجمد الاولى عاد نديرو الثانيه وتجمد الثانيه ونديرو الثالثه وحنا غاديين، باش النكهات كل وحده كتبقى بلاصتها. باش لا درتي هذيك مطلوقه وهذه مطلوقه كيدخلوا بعضياتهم، ما كيبقاش عندهم ديك كيبقاش كل وحده بلاصتها. هذا هو التكنيك ديال كيفاش تمونطي الحلوه. دابا انا جمدات لينا ديك الشوكولا اللي لاموس الشوكولا، حنا خرجناها وغادي نديرو ديك، وكلشي كيكون عندنا في الثلاجه حتى هاد لي كلاص وكلشي كيكون داخل الثلاجه. هاد لاموس اللي عندنا مصايبه هنا، دابا غنديرو الطبقه ديال اللي بالفريز، قادوها حتى هي مزيان وندخلوها حتى هي المجمد تشد راسها، باش كتبقى لنا الطبقه الاخيره اللي كتجي من الفوق باش اللي كنزينو بها. ثقوا فيا البنات وما تعكزوش، تصايبوا هادشي في ديوركم المناسبات اعياد الميلاد ولادكم او خوتكم او حفايدكم بحالي انا كنصايب لحفايدي، يعني كتكون عندها لذة وكتكون في نفس الوقت شي حاجه مصايبه على ليد مزيانه عارفه اشنو فيها طريه. هذا هو المهم من هادشي كله البنات، وكتقام عليك اقتصاديه. غنمشي تشريها غتشريها ويا ترى تجيك كيما بغيتيها ولا لا. عاد تبارك الله هاد الخدمه ديال الحلوه بحالكم تكوني كتصفيني وكتصايبي كتعطيك واحد كتحيد لك واحد لو ستريس وكتحيد لك
وانتي كتحسي براسك بحال كديري شي حاجة كتبغيها. دابا حنا كنقادو فيها باش غندخلوها ان شاء الله عاوتاني المجمد تشد راسها مزيان واحد ساعه ولا ساعه ونص على حسب المجمد. كاين اللي كيتبارك الله هادشي اللي ولا دابا جديد راه كيتجمدوا لك في نص ساعه. دابا حتى هي غنغطيوها وغندخلوها تشد راسها مزيان، قادو ليها الوجه ديالها مزيان باش كت بحال كنفينيوها. حنا غطيناها عاود بالسلوفان باش ما تشم لينا لا ريحه لا والو، وكندخلوها للمجمد عاود تشد راسها. وعاد كنخرجوها نكملوا الخدمه ديالنا. دابا خدينا واحد 3 الوريقات الجيلاتين غنديرهم في الماء بارد تلقاو راسهم. وعندنا هاد الكونفيتور البنات ديال الفواكه الحمراء، اللي ما لقى اللي عنده الفريز طري اولا الفرومبواز طري وداكشي يخدم به، اللي ما عندوش حتى هذا كيجي زوين. خدينا النص ديال هاد العلبه درناه في واحد الكاسرونه، زدناه مع واحد نص كاس د الماء، وطحنا كلشي بالميكسور وعاود صفيناه باش خرجنا خدينا هاد الكولي هذا ديال هاد الكونفيتير. هذا هو اللي غنخدموا به الوجه الحلوى ديالنا، راه ديجا حلو ناضي. غنديروه فوق العافيه يسخن مزيان، ومن بعد وحنا كنحركو دائما طبعا دابا غنصفيو دوك الوريقات الجيلاتين ديالنا مزيان من الماء، نسقطروهم من الماء وغادي نزيدوهم على داك الكولي ديال اللي درنا ديال الفريز مع الفرومبواز مع البلوبيري، مع كيجي رائع. هادي فكره اللي ما عندوش الفواكه الطريه حتى هادي كي راه كيجيب تقريبا كيجي بحال بحال، راه حتى اللون ديالو البنات راه ناصح على هاد اللون اللي كيبان ليا دابا في الكاميرا، كيجي فيه واحد اللوين زوين. وحنا كنحركو مزيان كنحيدو كنبقاو كنحركو باش يبرد لينا. دابا البنات غنجيبو كاسرونه بارده وغنخوي في هذاك الكولي باش يبرد لينا، ما يبقاوش هذيك الكاسرونه اللي كانت فوق العافيه غتبقى شاده السخونيه. وحنا كنحركو وهي سخونه، ما غاديش تسرع لينا العمليه ديال التبريد. دابا هنا كاسرونه بارده وحنا كنحركو فيها غادي تبرد لينا، لان ما خصناش نكبو هذا الكولي ديالنا على الحلوه ديالنا وهي هو سخون، خصو يتكب عليه هو بارد، وفي نفس الوقت وحنا كنحركو باش ما يجمدش، لان فيه الجيلاتين الا ما حبسنا التحرك غيجمد. دابا حنا جبدنا الحلوه ديالنا بارده مقلاصيه من الفريكو، والكولي ديالنا هو برد اللي غنصايبو به التزيين النهائي من الفوق. وحنا غادي دابا ان شاء الله غنخويه من الفوق غير بشويه، وحنا كنقادو باش يجينا داك الوجه بحال المرايه الفوق يجي مقاد مصايب. مع التحت مقلاصي راه في ساعه كتبدا تجمد، ما كتاخدش لينا وقت باش تجمد لينا هاد الوجه اللي كنصايبو دابا. حنا كنحاولو نفينيوها نغطيو ليها الجناب ديالها، واخا تسيل لينا شي حاجه على برا كتجي من المول برا ماشي مشكل.
ودابا البنات غنخليوها حتى ما ندخلو ما نحركوهاش من بلاصتها تيجمد داكشي مزيان، لان ما يمكنش دابا لا نغطيوها بسلوفان لا والو، غنخليوها حتى يبرد مزيان يشد راسو عاد ممكن نغطيوها وندخلوها للمجمد. راه باش نخدمو بها كنصايبوها اليوم وكنخليوها تبات في المجمد حتى النهار الاخر عاد كنخدمو بها، عاد كنفينيوها الفينيسيون الاخرى وعاد كنخدمو بها. دابا داز نهار البنات صوبناها البارح واليوم عاد حنا كنفينيوها بديك الكريمه اللي بقات لينا ديال بالفريز الجناب، كنعمروها كنقادو لها الفينيسيون ديالها. نعمروها كامله ندوروها دايره، ها هي دابا صوبناها ودرنا لها وريضات من الفوق، فوق منهم حليوات كتعرفوا الدراري كيبغيو الالوان والزواق، حنا قادينا ليهم ديك اللوينات والزواق. وما تعكزوش البنات هادشي راه ماشي شي حاجه صعيبه، ولكني راه كتجي النهايه. ها هي دابا الحلوه ديالنا واجده ديال بنتي حفيدتي ريم، نتمنى لها كل سنه وهي طيبه ان شاء الله يا ربي، ويخليها ليا يحفظها ليا ويحفظ لكم حتى نتوما كاع اللي كتمنوا واللي كتبغيو. ومرحبا بكم عندي، ونتمنى عوده ان شاء الله معكم اليوتيوب تكون فيها العطاء وفيها جميع ما كنتمنوا وكتمنوا البنات. ها هي دابا انا قطعنا طرياف نتوما كتشوفوا الداخل ديالها كي داير، تيقوا بيا البنات راها اللذه ديالها راها رائعه. كنتمناكم وكنتو معايا كاملين وتذوقوا وتحتفلوا معايا في عيد بعيد ميلاد حفيدتي. يلا البنات بصحتكم وراحتكم، ونتمناكم تجربوا ونتمناكم تدخلوا للقناه ديالي وديروا لي لايك وتشاركوا. عندي بزاف ما نعطيكم الوصفات وديال وكل بكل حب وكل ممنونيه. يلا شكرا على المتابعه.